دعينا نشاهد هذا التقرير. لماذا إربد عاصمة للثقافة العربية؟ ابقوا معنا. لطالما كانت إربد تمثل حالة ثقافية منقطعة النظير، ذلك لأنها منارة يستدل من خلالها المثقفون إلى إبداعهم، وملهمة لهم أيضاً، فمن تلالها ووهادها استمد الشعراء قصائدهم، واستل الأدباء قطعهم الإبداعية، ذلك لأنها شعاع الحب وسوسنة الشمال وعروس التاريخ التي تتلو الماضي العذب على مسامع الحاضر. في إربد لا يخلو شارع أو حي أو زقاق من حالة ثقافية أو مشهد إبداعي يروي تفاصيل المدينة وحكايات أهلها، فتلك دورها ومسارحها ومتاحفها خير دليل على المدينة المثقفة التي سطعت في سماء العالم العربي مدينة للثقافة العربية لعام 2022. هي إربد الحب الأزلي الذي يشكل أعجوبة ثقافية واجتماعية تروى من عيون العاشقين حباً. هي إربد سيدة الوقت فرحاً وسيدة التاريخ إرثاً، ولها من وصفها آلاف الأسماء.